رجعنا لكم جديد مستمعينا الكرام على ميد راديو، مازال مواصلين ومازال مستمرين معكم دائما وبرنامجكم سيدتي سادتي. سعيده بالتواصل معكم مستمعينا، كنرحب بالجميع وبكل اوفيائنا وبكل اسئلتكم في لقائنا اللقاء الخميس، لقاء مفتوح اللي من خلاله كنتعرفوا على مجموعه من الاقتراحات اللي كنتمنوا انها تنال اعجابكم ورضاكم. وغادي نبداو باقتراحات ديال لاله بشرى، كتقول صباح الخير عليكم، هذه بعض الاقتراحات نتمنى انها تفيدكم. في حاله بغيتي تستعملي النشا وما كانتش متوفره عندك، خدي كاس ديال الروز طحنيه وغربليه وهو النشا. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك. كتقول الا ما لقيتيش لا كريم فريش، عوضيه بكاس ديال ياغورت مسوس، راه نفس الفعاليه. بالنسبه للكاريت اللي كيكون فيه البيض ملي كيخوى وكتبغي ترميه في سلة القمامة عزكم الله، مرحبا لاله، تياخذ ليك مساحه كبيره. هادشي علاش باش تخلصي منه بطريقه مزيانه غادي تحطيه في لافابو وانت كتغسلي الموان حتى كيفزك وجمعيه بيديك، راه كيتقلص الحجم ديالو وكيسهل عليك تخلصي منه. شكرا لك. ايضا من الاقتراحات المستمعه الكريمه كتقول الا بغيتي تسلقي البيض ديري في ماء السلق قبيصه ديال الملح، راه كتخلي القشره تقصاح وتكون سهله ملي تبغي تقشريها وكتزول القشره بسهوله. لاله بشرى كتقول هادشي اللي عندي وقبلوا عليا، يلاه بديت تبارك الله وصل على النبي عليك، ما عندي ما يتسالك الا يلاه بديتي. الله يعطيك الصحه، افكار زوينه واقتراحات زوينه تبارك الله عليك، ومشكوره جزيل الشكر. واكيد انه ارقامي الهاتفيه مفتوحه لكم من اجل التواصل المستمعين. كنرحبوا بالجميع على 0522 46 52 52، او 0522 66 88 00 60، أو 05-22-88-00-61، أو 05-22-88-00-62. فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. أيضا فيكم تواصلوا معنا على صفحة رسمية للبرنامج على الفيسبوك واللي هي سيدتي سادتي. طبعا الحال حنا في استقبال مكالماتكم، كنرحبوا بالجميع ودائما سميحه حاضره باش تاخذ المكالمات ديالكم بطبيعه الحال. وغادي نواصل في الاقتراحات، غادي ناخذوا معنا بقيه الاقتراحات ديال المستمعات واسئلتهم. علاش لا، انا كنعاود نذكركم باللي لقائنا اليوم هو لقاء مفتوح، فاهلا وسهلا مرحبا بالجميع. سؤال كيقول السلام عليكم اختي سكينه، انا عندي مشكل في الحمام، عندي في حيط زليج بيض تكحل لي وفتحت، بغيت شي وصفه، مع العلم انني جربت الوصفه تاع الخل ثم الخميره تاع الحلوه، ولكن المشكل الارضيه ملي موزيك ظهر لي فيه بقع بيضاء، وبغيت شي حل عافاك وشكرا. اذا اللي كانت الارضيه ديال الليموزيك هي اللي فيها المشكل ودرتي هاد الامور كلها وما ما ما, ما يعني ما تحلش المشكل، احسن حل ديري هو انك بطبيعه الحال تعاودي ليه البوليساج. كتجيبي المعلم بطبيعه الحال، كتكون عنده ديك الماكينه كيعاود ليك البوليساج للموزايك وراه كيرجع نقي كيف ما كان من قبل. بطبيعه الحال كنرحبوا كل الاسئله ديال المستمعين والمستمعات واقتراحاتهم. اقتراح ديال لاله مريم هاد المره كتقول لينا عندي ليكم شي اقتراحات كتفيدني في الدار وكنقتصد بزاف ديال الحوايج، نتمنى تعجبكم افكاري. تبارك الله عليك لاله مريم، عندي ما يتسالك، افكارك رائعه جدا. كتقول الا بقات خبزه شيطه تندير بها مثلا الرفيسه العميه ولا الترده كتجي غزاله. وي افكتيفمون، والترده معروفه بزاف في مراكش، وكاينه طريقه في صنعها بطبيعه الحال في مراكش. مرحبا. كتقول ممكن نديرو شرائح ولا ممكن نديرو شرائح ونديروه في البيض مخلط مع الحليب وكنقليوه في الزيت. هذه من الاكلات اللي كانت عزيزه عندنا بزاف ملي كنا صغار، الخبز مقلي في الحليب والزيت وفوق السكر، كانت يمكن هذه من ضمن الامور اللي كتكون زوينه بزاف انها تحط لنا في الكوتي. فحتى الوليدات ديالنا علاش لا، مره احنا بطبيعه الحال كنبغيو نتفاداو المقليات في الزيت، ولكن مره نتهلاو فيهم بالطريقه، ويمكن لنا اننا نديرو غير في المقله اللي ما كتلصقش دابا بطبيعه الحال راه غادي يكون مزيان. كتقول القشور ديال الكريفيت ما كنرميهمش، كنبسهم في الفران وكنطحنهم وكتبقى عندي البنه ديال الحوت، فاش ما بغيت نستغلها كنكها. تبارك الله عليك. ايضا كتقول قشور اللوز ما كنرميهمش، كنطحنهم وتنديرهم في اي حلوه بغيت نسمها باللوز. من الاقتراحات الاخرى ديالها ايضا كتقول الراس ديال الحوت ملي كننقي الحوت ما كنرميش الريوز ديال الحوت، كنديرهم في طنجره مع خيزويه وحده، وحاجه وحده من الحاجه يعني من الخس شويه الكرافس
وحبوب البزار وتنديرهم يطيبوا فوق البوطه حتى كيطلق نسمد الحوت مزيان، نخليهم يبردوا كنعملهم في مربعات ديال الثلج وكندخلهم للمجمد وهكذا كنسم بهم اي حاجه فيها الحوت. كتقول الكيس ديال الحمام اللي كيصبح غير صالح كنحك به اللواني ديال الجيكس يعني اللواني ديال لينوكس وسميتو كيخرجوهم كيشعلوا. تبارك الله عليك. ملي كنمشيو للحمام ونغسلو شعرنا بالغسول الا بقى علينا الغسول ممكن نستغلوه، النتيجه كتكون رائعه. كناخذو الغسول كنديروه في شويه ديال الماء ومن بعد تنطلي به لافابو ديال المعن ديال لينوكس كله وتنخليه ليله كامله، في الصباح غسليه وشوفي النتيجه. الله يعطيك الصحه. ايضا من الاقتراحات ديال المستمعه الكريمه كتقول الا بقاو عندنا البقايا ديال الصابون ولا صابون الحجره تنزيدوا عليهم زوج لترو ديال الماء سخون وتنخليهم ليله كامله، في الصباح كنزيدوا عليهم ربعه ديال مسحوق التصبين ديالنا ونص طاسه ديال المسحوق اللواني وتعطينا من 4 حتى 5 ديال الطاسات من العجين صالح لغسيل المعن. تبارك الله عليك. ايضا من الاقتراحات ديالها كتقول ناخذ نص معلقه ديال عصير الحامض مع الروز باش يجي ابيض، لكل زلافه ديال الروز كنضيفوا معلقه من عصير الحامض. الا تحرقت لك الطنجره نديروا الماء والملح في الطنجره المحروقه 15 دقيقه ونغسلوها، اولا البيكربونات ديال الصوديوم مع الماء سخون تنخليوه مده ومن بعد كنغسلو. تبارك الله واحد اقترحات كثيرة صيفطتنا للمريم، انا غادي نرجع ليها مباشرة بعد ما نحرر لالا لبنى من طنجة. لالا لبنى مرحبا بك، اهلا وسهلا لالا لبنى، مرحبا بناس طنجة، تفضلي لالا لبنى كنسمعوك. لالا لبنى اذا كنرحبوا بالجميع بكل مستمعينا وكنعتذروا منكم طبيعة الحال في هذا الاشكال مازال شويه مطروح عبر الارقام الجديده، ان شاء الله تحاولوا تكونوا معنا ونستقبلكم طبيعة الحال على المباشر. نوصلوا في الاقتراحات، كاين اقتراح تيقول بغينا نزولوا الريحه ديال العطريه من الطحانه، تنديروا فيها طريف ديال الخبز محمص وتنطحنوا فيها فكيمتصر الروائح، ويمكن لينا نضيفوا قبصه ديال الملح البياض البيض ملي نبغيو نطربوه باش كيطلع لينا بالزربه. كتقول باش تهنى من الريحه ديال البيض كنستعمل دائما بعض القطرات ديال عصير الحامض مع البيض في اي وصفه كانت سواء حلوه ولا معجنات ولا طارتات، المهم زفوريه ديال البيض كتخسر ديك النكهه فهي كتحيد بهذه الطريقه. تبارك الله عليك. ايضا من الاقتراحات ديالها كتقول ملي كنبغي نصاوب البسيطلات صغار وما ما كنكونش متوفره على المول ديالهم، هادشي علاش كنستعمل الباكيه ديال الفرماج مدوبله خاويه ديال بطبيعه الحال الفرماج الدائري، كنوضع فيها الورقه وعاد تنعمرهم وملي تنكمل تنسد البسطيله ديالي وتنقلبها على وجهها لتحت وبعدها كيجيو البسيطلات مقادين وفي نفس القياس، واحسن ما كتعمريهم غير هكاك وكتكرري العمليه حتى كتسالي. تبارك الله عليك، فكره زوينه. كتقول باش الكالامار ما يطرطقش لنا في القلي تنقطع الكالامار دوائر وتنرقدو في الحليب مع راس معلقه صغيره من البيكربونات الصودا ومليحه والبزار، وملي نبغي نقليه تنسقطرو ونديرو في الدقيق عاد نديرو في الزيت سخون حتى واحد حتى وحده ما كتهز الراس. تبارك الله عليك. كتقول الا درنا الكيك بالشكلاط نغبروا المول من بعد ما ندهنوه بالشكلاط بغبره باش ملي نقلبها ما يجيش فيها الطحين الابيض، وحتى بالنسبه لاي حلوه فيها الشوكولا ديال البودغ حتى هو نغبروا به الطبله فين غادي نطلقوه باش ما يكونش يعني ما نديروش الدقيق البيض نديرو الشكلاط غبره. كتقول ملي كنديروا الكيكه بياغورت في الغالب ما كيجيش المذاق ديالو باين، الا بغيتي يغلب المذاق ديال الياغورت في الكيكه خلطي المقادير العاديه ديال الكيك ومن بعد خلطي بالطحين عاد ضيفي الياغورت في الاخر وتشوفي الفرق. من الاقتراحات دائما ديال لاله مريم كتقول هذه الاقتراحات اللي كتجربها في البيت ديالها، باش الكيس ديال الحمام يبقى حرش الكيس ولا الخرقه ديال الحمام دغيا دغيا كترطاب وما كتبقاش تحك مزيان، اذا الا بغيتيها تبقى مده طويله حرشه وتقضي الغرض كيف ما قالت بلا ما تشري كل ساعه واحده جديده، فملي ترجعي من الحمام صبنيها بالمسحوق وتشوفي كيفاش غادي تولي، ثم شليها ونشريها تنشف ورديها ردي عليا الخبر. تبارك الله عليك. اذا هي كتقول المسحوق ديال التصبين.
فتات الحلوي لقات من بعد العيد، بدينا كنتكلموا على العيد. واو. انا شخصيا كتقول كنطحنهم وتنخلطهم مع الشكلاط مدوب والحليب المحلى المركز بإضافة بعض المكسرات، وكنديرهم في كويرطة ديال الحلوى وتنطحنهم وتنعملهم كقاعدة، اولا كنطحنهم وكنعملهم كقاعدة للتشيز كيك عوض البسكوي. اي الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك. ناخذ ام زينب ونرجعوا ليك للا ام زينب من الوالدية. مرحبا بك للا ام زينب، اهلا وسهلا للا ام زينب. لالا ام زينب مرحبا بلالا ام زينب. لالا ام زينب تفضلي. الو. تفضلي لالا، مرحبا بك. كيدايره لالا سفينه؟ الله يطول عمرك، انت على خير؟ الحمد لله. الله يحفظك. الحمد لله، احنا غاديين، الله يسر الامور. الله يجعل ربي ويوفقكم. امين لالا، الله يطول عمرك، دعواتك معنا، الله يحفظك. كيداير الوليد كبر شويه؟ الحمد لله، الله يطول عمرك. شكرا. راه قرين بنتي تبارك الله وصلى على النبي. مرحبا ولاد العاميه، نجي نخطب على لالا ام زينب. صافي الشهوبيه هي هذه. صافي لالا انا جايه الوالديه احسن ناس. والله العظيم معاك نشوف بنتي كنقول لك راه ولد الناس وكاينه كره ولا يمشي بحال بنتي. الله يحفظك، الله يخليها عليك ان شاء الله وتشوفها كي كتمنى يا ربي. ولالا ام زينب بارك الله فيك، شكرا لك. الحمد لله. استاذه ام كبير لاباس عليك؟ كلشي بخير الله يحفظك بارك الله فيك، الله يطول لي عمرك. تفضلي مرحبا. بغيت نقول لك غير واحد الطاجين كيحرق ليا وباقي الان كيحرق. اييه ما بقيتش نبدا نطيب فيه ولا شي واحد بله خايبه ولا. ولكن النهار شريتيه ما درتيش ليه الماء والزيت وداك الشيء؟ لا نهار اللي شريتي ما حرقش، ولكن النهار لا كيحرق ليا بالماء. النهار اللي شريتيه طيبتي فيه ديريكت؟ لا درته في الماء وطيبت فيه تاع البصله والزيت وداك الشيء. رقتيه في الماء وشحال رقتيه في الماء؟ ليله كامله؟ لا وقيلا غير مع الصباح والعشيه. هي هذيك النهار كامل وعاد درتي ليه الزيت عاوتاني وخليتيها فيه؟ هي وشنا البسطه وخليتها تتحرق فيه مزيان يعني تشرب مزيان على طيبتك. ودابا ولا كيحرق ليك؟ ولا كيحرق ليا ديك الريحه تاعته ديك البنه تاعته ما بقاش عاجبني والله العظيم ما بقيت نقدر نطيب فيه. اييه واخا لالا ام زينب مرحبا، مرحبا بكل فرح. ربي يوفقكم. الله يطول عمرك لالا وتحياتنا لك وتحياتنا بنات الوالديه. نعم لالا. عرفتي راني حلمت بيها. مرحبا. ورا ما كرهتش نهضر معاها ولكن ما كنعرفش ناخذ الرقم ديالها. مرحبا لالا ام زينب، نرجعك للستوندار بكل فرح. الله يطول عمرك بارك الله فيك وتحياتنا ليك تبارك الله عليك وتحياتنا للناس الوالديه. مرحبا واهلا وسهلا بالجميع، منطقه جميله جدا ومريحه وكالم بزاف تبارك الله عليك، الله يعطيك الصحه. وبطبيعه الحال هذا مشكل يمكن يكون عند السيدات، حنا كنعطيو لاستيوس الاولانيه هو انه دائما كناخذوا الطاجين تنرقدوه مزيان في الماء حتى كي يعني كيشرب هذاك الماء مزيان واحد نهار كامل ولا ليله كامله، ومن بعد تنعاودو ندهنوه بالزيت كله وتنخليوه واحد نهار اخر عاوتاني عاد باش كنشلوه وتنبداو ديك التطيبه الاولى. اغلبيه السيدات كيديروا زيت العضو بصيله مشلضه تيطيبوا فيها فداك كيطيبوها ومن بعد كيسيبوها يعني كيخليو حتى ديك البصيله كدبل وكدوب وتيرميوها واحد كيغسلوه واحد كيبداو يطيبوا فيه الطويجن. غير هو الطاجين باش يبقى عندنا مزيان تيخصنا دائما نطيبوا على المهل، ما تكونش مجهده عليه البوطه، لان بقدر ما كتجهد عليه البوطه بقدر ما كي ما كي ما كيخيب. وحتى وي كنا غنجهدوا البوطه، دابا كاين هذيك الحديده كدار تحت من الطاجين باش كتبقى بطبيعه الحال محافظه عليه وكيبقى مزيان. مسألة انه دابا ولا كيحرق ومبقاش كيعجبك المذاق او داك الطعم اللي كيعطي في الاكل بطبيعه الحال الطاجين، انا نصيحتي اللي غادي نقدر نعطيه هو انه غادي تحاولي تغسليه مزيان يعني تحكيه وتغسليه مزيان وتعاود دهني له واحد شويه ديال الزيت وتخليه واحد شي شويه ومن بعد تعاودي تغسليه وملي تحطي الطاجين ديالك دائما تفرشي لتحت الحاجه اللي ما عندكش فيها مشكل، مثلا غتفرشي الربيع ولا غتفرشي خيزو يعني كيهز، ودائما طيبي بالمهل ما طيبيش بالعافيه كثيره، طيبي بالمهل ولا ديري ديك الحديده اللي كطيب بالمهل على الطاجين باش هكذا يبقى احسن. كانت هذا الحل هذا قدر انه يساعدك.
مسكنه بها، هادشي اللي بغينا. ما قدرش انه يساعدك هذا الحل هذا بطبيعه الحال، كانوا السيدات المستمعات الكريمات عندهم شي حل اخر، انا كنتظروا سواء على الفيسبوك او لا عبر الهاتف. اهلا وسهلا ومرحبا. وشي مرات عاوتاني راه الحاجه كتكون عندها، راه بغينا نقول واحد المده ديال الحياه، تي خصنا نعاودو نبدلوها، نعاودو ناخذو حاجه اخرى. فمهم جربي هذه التجربه هذه، وكنتمنى ان المستمعات الكريمات الى عندهم تجربه في هذا الباب هذا او فكره على هذا الشيء، يمكن انهم يزيدوا يعطونا معلومات اكثر، لانه انا معلوماتي في هذا الجانب هي هذه. مي كيدي حرك تعاود ندهنوا له الزيت، وتنبداو دائما نطيبوا بالمهل ما نكثروش عليه باش كيبقى الطويجن ديالنا مزيان. ولكن دائما كنتكلموا على المره الاولى فاش كناخذوا الطاجين، خصنا نحافظوا عليه باش يبقى عندنا واحد المده اللي طويله واللي مناسبه لنا. احنا اكيد مازال مواصلين، مازال مستمرين معكم مستمعينا. شنو رايكم ناخذوا نفس، نبقاو مع الفاصل الموسيقي ونرجع نواصل معكم بالاقتراحات، وايضا نستقبل مكالماتكم. بقاو معنا ما تمشوفين، مازالين معنا اقتراحات لاله مريم كثيره. طبعا الحال غادي نعطيكم مجموعه من الافكار، غير بقاو معنا ما تمشوفين. رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام على ميد راديو، مازال مواصلين ومازال مستمرين. اهلا وسهلا ومرحبا بكل وفي انا وكل مستمعينا في هذا اللقاء اللي كيجمعنا بكم بطبيعه الحال حتى الزوج. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. غادي نواصلوا في الاقتراحات وايضا في استقبالكم، علاش لا، وناخذوا معنا هذه المره لاله خديجه من الشماعيه. مرحبا بك لاله خديجه. لاله خديجه مرحبا. لاله خديجه مرحبا بك. إذا للأسف مازال لنا إشكال، غادي نمشيو ناخذوا الاقتراحات. اقتراح سيقول ديال لاله مريم طبيعة الحال، إلا بقات القهوة اللي عمرت البريق يعني شط ما ترميهاش، ديريها في القالب ديال المربع ديال الثلج وخليها في المجمد، ولما تغلي الحليب وتكبيه في الكاس ديالك زيدي مربع ديال القهوة، وهانتي حصلتي على قهوة وحليب، تبارك الله عليك. اقتراح أيضا كتقول الثومة الحمراء أولا البيضاء كتفرك بشوية باش نزولوا منها القشره والنباته، ومن بعد نهرمشوها في المهراز مع الملح. ايضا كتقول نديروها في طبسيل، نديروها في طبسيل مفرش بطرف ديال الثوب او لا اوراق بيضين، وتشمش حتى تنشف وتطحن في الخلاط وتغربل ونديروها في قرعه. ايضا من الاقتراحات كتقول كنفوروا الثومه ولما تبرد تنعصروها في قرعه، ونضيفوا الزيت حسب الكميه ديال التهم، وقبصه ديال نحصروها يعني نحطوها هكذا في وحده معصوره وحده على وحده، وقبصه ديال الملحه ونحركوها نسدوها. الثومه الا كانت كثيره نديروها في بلاستيك ونخبيوها في المجمد، كتبقى على طول العام. ايضا من الاقتراحات كتقول ملي تلصق لينا الحلوه في اللاطه ديال الفران، نديروا اللاطه فوق البوطه على نار مهيله بزاف بحال الشمعه، ومنين تبدا تسخن نزولوها بشي حاجه غادي تقلع من اللاطه بسهوله. ايضا كتقول واحد النصيحه، الا شط ليك السميده مفوره خدي بقدر منها ديال زلافه صغيره مثلا، وعجني عليها الخبز، راه تيجي الخبز رطب وهشيش. بالاقتراحات ايضا كتقول ملي تشري الكيس ديال الطحين هذاك ديال الخيط اللي تيكون مخيطه به، اللي تكون مخيطه به، اللي كتكون مخيطه الخيط اللي كتكون مخيطه به، زوليه وغسليه مزيان بجافيل والمسحوق ونشفيه وخزنيه. وملي تبغي طيبي الدجاج كتفيه به، ولا ديري اللحم الفوف ديريه في بلاصه الخيط ديال المطبخ، وبعد المرات راه ما تيكونش مفر عندنا الخيط نستعملوه هذا. تبارك الله عليك لاله مريم، كانت اقتراحات رائعة جدا من عندك اليوم. بطبيعة الحال نصائح منزلية اللي يمكن أننا نستغلوها ونستعملوها في البيت ديالنا بطبيعة الحال. فأهلا وسهلا ومرحبا بكل اقتراحات ديال المستمعات. أيضا من الاقتراحات دائما كتقول البيت البناء البيات شو الليبات، عفوا الليبات الى قدامو نديرو فيهم النباتات والازهار العطريه، الخزامه، القرنفل، الورد، نقطه ديال الزيت العطري في الطرف ديال الثوب، ونديرو في بلاكارد الحوايج وركاني الصالون في اي ركن في الدار، فراه كتبقى ريحه زوينه. تبارك الله عليك لاله مريم، دائما اقتراحات ديال لاله مريم. كتقولوا الطقاشر ديال القطن نسحي بهم الغبره راه دقه بطله. استعملي ايضا بياض البيض وبقي لا استعملتي بياض البيض وبقى لك الصفر، ديريه في كاس اولا في زلافه وغطيه بالماء وغطيه بالفيلم وخليه في الثلاجه تبقى صالح لمده 3 ايام. ايضا كتقول اكياس الشاي ولا اكياس يعني ليتيزان البابونج لغيره اللي كيتعطاو للوليدات على ود الوجع، ملي تستعمليهم ديريهم ككمادات للعين تيزولوا النفاخ وكترتاح العين. اييه
ايضا مقترحاتها كتقول صابلي من اللي تيبقى لينا نطحنوه ونديروا قاعده للتشيز كيك ونزيدوا عليه من بعد ما نطحنوه الكوك والفواكه الجافه اللوز زبيب القرقاع الكاوكاو ونجمعوا الكل بالحليب المركز ونكورهم ونديرهم في الشوكولات مذوب ثم نفندوا في الكوك وشنو خو والفيرميسال ونقدمهم في كويخطه ديال الحلوه ساهلين بسط ومن البقايا اللي بقات لينا ما نضيعوا حتى شي حاجه. غادي ناخذ معايا مكالمه اذا كانت ممكنه. لاله خديجه تفضلي. لاله خديجه تكو. اهلا وسهلا لاله. تفضلي لاله خديجه كنسمعك. علينا وعليك لاله باش ما تمنيتي يا رب صحه والسلامه والعافيه. نشارك معك في هذه السيده. تفضلي. الطاجين كيحرق. الطاجين كيحرق ليها. اييه ملي تحرق ليها داكشي ملي تبغي تغسلو قبل ما دير فيه الماء دير ليه واحد الطوبه ديال السكر وتحكو بها. اييه تبقى تحكو بها ديمين وما يبقاش يحرق ليها ويولي داك الطين ديالو ملس. اييه الله يعطيك الصحه وما يبقاش يعطي داك المذاق ديال الحرقيه في الماكله. اييه فكره رائعه. الشرف كبير اللي شد ليا اليوم معكم مع اذاعه ميد راديو. الله يحفظك لاله خديجه والشرف الكبير لينا. سيده مدمنه على ميد راديو. مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك والسلف مرحبا. والله العظيم راه 24 على 24 ساعه وانا الراديو ما كيطفاش الدار عندي. الله يحفظك. الله يحفظك الله يحفظك لاله. يحشمنا لاله خديجه وبفضلكم بجهودكم باش مواصلين وبطبيعه الحال بعد الله سبحانه وتعالى ونتمنوا اننا نكون دائما عند حسن ظنكم. لاله يحشمنا ولا يخيبنا معكم. امين اختي. امين امين. الله يحفظك لاله خديجه. شكرا تبارك الله عليك لاله. العطاري وهشام ولاميا. مرحبا السلام كيوصل. مرحبا لاله خديجه وعواشر مبروكه باش ما تمنيتي ان شاء الله. صحه والسلامه والعافيه. الله يحفظك ليا. شكرا جزيلا. شكرا شكرا. للاسف مستمعينا الكرام ما بقاش معنا وقت. كان بودي نعطي اقتراحات اكثر وكنعتذر من المستمعين ما قدرناش ناخذهم معنا وحتى الاشكال اللي مطروح عبر الارقام الهاتفيه ان شاء الله قريبا يتعدل وما يبقاش المشكل هذا وتواصلوا معنا يعني بطريقه ابسط واسهل واحسن. شكرا جزيلا لكم مستمعينا الكرام على حسن الاصغاء والمتابعه. كنشكر ايضا سعيده عقل رفقتنا اليوم في الاخراج سميحه في استقبالكم. كنشكر كل المستمعين على حسن التتبع. كنتمنى لكم يعني تتمه يوم موفقه. ما تنساوش معكم بعد الحدث مع امل نعمي وبرنامج نصيحه امل. نرجع نتلاقى بكم تمام الساعه الثالثه وبرنامجكم استشاره قانونيه. دمتم في رعايه الله. تبارك الله عليكم. يومكم سعيد والى اللقاء.